هاي هاو ار يو حبايبي الحلوين. اليوم جيتكم بفيديو جديد، هو مال تعرفون انا فيديوهاتي كلها اكل. فبالبدايه راح اقول لكم كل عام وانتم بخير، وسنه راح تكون سعيده للكل، و2021 هي السنه راح تكون اسعد سنه بكل انحاء العالم، واتمنى لكل انحاء العالم يكونوا بخير وصحه وعافيه وبعيدا عن المشاكل وهالسوالف هاي، الحروب والقتل والذبح. وان شاء الله سنه 21 راح تكون سنه سعيده للكل، وخصوصا الدول العربيه وخصوصا بلدي العراق. اتمنى له يكون يعم عليه الخير والصحه والسلامه الى كل الشعب العراقي، واتمنى لهم الخير بسنه 2021. واليوم راح اجيكم، جيتكم بفيديو. اليوم رحت اشتريت، اليوم ماكو اكل ماكو طبخ. اليوم رحت المطعم اسمه برجر كينج. هذا البرجر كينج مشهور بكل انحاء العالم، طبعا موجود بكل انحاء العالم. فقلت خل اليوم راح اجرب برجر كينج، وانا طبعا بالنسبه لي احب الاكل البيت، الاكل البيت كلش طيب. فقلت خلينا نجرب ونسوي فيديو بالبرجر كينج، خلينا نشوف البرجر كينج مال امريكا يختلف عن البرجر كينج مال بقيه الدول. اليوم جينا على هذا، اخذت كم شغله هنا، هاي شو يسموها، هاي فيش، نشوف شنو جبناه اليوم. هسه افتح لكم اياها واشوف شنو الموجود. طبعا حتى ما جبنا فد صينيه شي نخليها ناكل عليها، ناكل على تشيز. عندنا عج همي انا هنا، اكو هذا فتحه هالشكل، هاي هي سندويتشات مالتهم، واعتقد وهذا الفرايز مالتهم، وهذا الرصاصات. ما انا هذا شنو، شو هذا حاط لي مايونيز، قلت له كاتشب اريد، شو مخلي لي الفرايز مفرغه هالشكل، بس مبين يعني الفرايز فريش، هو شوي الفرايز مبين عليه فريش. هذا الفرايز مالتهم، طبعا هم عندهم امين هذول برجر كينج، مرات يسوون سبيشل فاميلي سبيشل يسوون، اذا طبعا بالكيوبانات عنده كيوبان يسوي له. شو هاي شنو، هاي شو اسمه، هاي تشيكن ناجت، هاي شنو يا هادي، هاي ما اعرف، هاي هالابينو هالشكل، هالابينو ان تشيز، و let start with the first one right here. هاي فيش سندويتشه مالتهم مال فيش، خلينا نشوف الفيش مالتهم. هاي الفيش مال برجر كينج، خلي هسه انقصها هالشكل، هاي الفيش مالتهم، الفيش. فهسه راح نجرب، اول ما نجرب نجرب الفيش نشوف طيب. الفيش يعني مو مال بيت هو، بس از اوكي، الفيش يعني اوكي، لان هذا بريدد فيش اعتقد. هذا باب مالي، يعجبني اشرب باب ويا الاكل. هذا الفيش اعتقد حاطين له بيكل ومايونيز وهاي الشغلات.
الفرايز مالتهم اوكي. لازم احط شوية كاتشب للفرايز. هاي الفيش دقناه رجع عندنا خلا بس اخلي كاتشب هنا شوية ويا الفرايز. طيب كاتشب ويا الفرايز. ما يحطون فقرية، حطوا لك ثلاثة أربعة بس. فهسه راح نجرب الفرايز ويا هاي. جود. الفرايز ويا الكاتشب كلش طيب. هسه ايش راح اسوي؟ راح اجرب ال الشسم هاي السندويج اجربها. هاي شنو هي؟ الدجاج. هاي الدجاج مالتهم. هو الحلو مالتهم الصمونه. شوف الصمونه ايش قد حلوه. احلى شيء الصمونه. فهسه نقصها نشوف الدجاج. فهذا الدجاج. شوف الدجاج مالتهم، دجاج مقلي همينه بريدد. يا عم حطوا له بريد. الدجاج كلش طيب. الدجاج مالتهم كلش طيب. Better than the fish. بهواية. يا عيني. الدجاج مالتهم جود. خلينا نجرب هذه. هاي شنو؟ تشيكن ناجت. هاي قطع دجاج هم مقليها. هاي هم طيبة. هاي هسه هم راح افوقها اشوف طيبة ولا لا. هاي الهالابينيو. هاي متروس جبن تشيز وفلفل حار. بس هذه كلش طيبة روعة. هذه تسوي منها اوردر تخبل. ف فاليوم الفيديو مالي أيضا يعني عندي تعليق بسيط إلى كل أحبة مالتي وناسي وأصدقائي وأهلي والكل وكل العالم. الله يخليكم ويحفظكم لأهاليكم كلكم من الدزون كامت. لا تفشرون علينا. إحنا الكل قاعد نسوي هو أكل. ما له علاقة لا بالسياسة ولا علاقة بالدين ولا إلى علاقة بأي شيء. موضوع أكل. المسبات هذه عفونا منها. وأنا أي واحد يسبني همي أنا ما راح أرد عليه لأن هاي مو أخلاقي أرد على الواحد يسبني. فأرجو منكم هاي المسبات عفوها. وبعدين يسبون أمي وأبويا. هسه أبويا توفى الله يرحمه. والدتي عايشة والله يطول من عمرها. زين هذول شنو علاقة بالأكل؟ جاب ذولا على الأكل. فأرجوكم رجاء رجاء خاص يعني لكل الناس. أنا جاي أسوي فيديوهات حلوة ونضحك وناكل ونتونس. اللي عجبه الفيديو على عيني وراسي. واللي ما يعجبه الفيديو اقلب محط طلخ.
شوف لك فيديو الاخ. يا اعزائي يا حبايبي، الافشار مو حلو والمسبات مو حلوه، عوفونا من هاي السوالف. الله يخليكم. ابي هسه رجعت اجي اكل وراح اكل واشبع والله كريم. ورجاء يعني عجبك هذا الفيديو، عجبك ما عجبك قلبه، روح على غير محطه. فخلينا فرحانين متونسين، وخلوا الفرحه تعم على كل الناس وكل الحبايب والاهل والاصدقاء وكل العالم. يا اخواني يا حبايبي، الافشار مو حلو. خلونا نتمتع بالاكل، الاكل طيب، واحد يتمتع بالاكل. بس الاكل طيب والله. خلي لي 5-6 كاتشب، خلص الكاتشب والفرايز بعده. هاي السندويشة رقم 2، وحدة فيش وحدة دجاج. هسه عندي بعد وحدة هنا هي الهامبرجر، راح اجربها. هسه اخلي هاي على صفحة، وهاي همينة كانت جبت لكم الفيش على صفحة. هسه نفتح منه، نفتح هاي يسموها وافر. This is the best one. Everybody he tell me this is the best one. Let me try the wafer. The wafer هي همبرجر، يجي اللحم. هي شكلها حلو، شكلها روعة. هسه راح نفتحها بالنص، شكلها روعة. هاي الوافر مالتهم هيجي جوسي، كنا جوسي يعني بينها. ها جوسي باعي. هسه خلنا ناكل الوابر. ما بيها بصل صراحة. نوعية استطعم لك زين. هاي هي هسه الناجحة، هاي الوافر ذا بيست، أطيب وافر همبرجر. حاطين بيها طماطة ولغز وبصل وطرشي وخيار، بس هاي روعة. واو طبعا هذا المطعم برجر كينج يدزون للبيوت كوبونات، يعني بالسيارات، السيارات يدزون للبيوت، للبيوت العالم تحصلوها مثلا رخيص. هذا الاكل كله رخيص يعني مو غالي، لكن السندويشه تطلع ب3 دولارات، يعني سندويشه مثل هذه 3 دولارات تشبع بيها، وفرايز تشبع. يا عيني يا عيني. وبعد أن نسيت أقول لهم شغلة، هذا التيشيرت اللي لابسه أنا، شوف التيشيرت مكتوب عليه أبو سمرة، هو هذا القناة مالتي أنا أبو سمرة القناة. هذا جاني هدية بالكريسماس، بنتي الحبوبة فكرت قالت ليش ما اسوي لك تي شيرت حلو ومكتوب عليه ابو سمره وتلبسه وتطلع بفيديو. هذا همينة شيء جديد، فانا قلت لها العاد كلهم سوي لي كل التي شيرتات، حطي لي هنا ابو سمره والقناه وهاي حلوه. اي لايك ات، عجبتني كلش. هذا طيب أشرافة. خلصت الفرايز.
فان شاء الله كل ما على فراغ مالي بطلع لكم فيديو. And your new background. ها؟ You didn't talk about your new background. احكي عليها منه؟ احكي عليها؟ Okay, no. ها؟ No. لو ماكو داعي. ماكو داعي. اوكي. جاي سجين؟ اذكر وقفتي. No. اوكي. Keep eating. فهذه اليوم راح اكملها. اخلص عليها اقضي عليها لان كلش طيبه عجبتني. ما حطيها كتب اعتقد مايونيز كلش طيبه انصحكم. فهذه هالابينيو بابرز. I like it. عجبتني هاي. هاي كلش طيبة حرارة وتشيز تشيزي مو مايع جواها. زين. هاي أطلب من هذه. من هذا الدجاج والهاي. طبعا الفرايز مالتهم بس فتحة يبس. ورا شوية يبس. هاي المطاعم مالتهم مشهورة هي هذا برجر كينج وماكدونالدز و... وأنواع. راح أقضي عليها هاي. هي الوحيدة اللي عجبتني بصراحة أكثر من الدجاج والفش. وأنا يعجبني أسوي لكم الفيديوهات قصيرة مو طويلة. واو بارت طيب ويا جاكل. خلص هاي شنو هذول حاطين شقد مايونيز وكتب ما حاطين بس كم وحدة. يلا بعد انا خلصت. شو بعد؟ وهاي الوابر الشبع صدق الشبع يعني وحدة الشخص واحد الشبعة. طبعا تعرفون انا سويت فيديوهاتي قاعد اسوي هسه هذا يسموه التيك توك وقاعد اسوي فيديوهات على التيك توك هاي بس للونسة يعني للضحك. واللي يتابعني على التيك توك يقدر يروح يتابعني على اليوتيوب لان بس كليك تقدر تتابعني على الاثنين عن طريق التيك توك او اليوتيوب. وانا بعض فيديوهاتي جاي احطها بالفيسبوك. الناس اكو بعض اللي يعني الناس اللي ما جاي يحصلوها على اليوتيوب فجاي احطها بالفيسبوك. والله اكلت هواية. واو اوكي حبايبي أشكركم شكر الجزيل على كل حبايبي الحلوين متابعتهم إلي وفيديوهاتي.
واتمنى لكم كل التوفيق، واحبكم هوايه، واحب كل العالم من فوق لي جوا. وان شاء الله اجيكم بفيديو جديد ويكون شوي احلى، ما اعرف اذا هذا عجبكم لو لا، وراح نسوي احلى واحلى كل يوم. وارجوكم اذا عجبك الفيديو طبعا سوي لايك، ما عجبك مثل ما قلت لكم اقلب غير ورقه، اقلب ورقه، غير القناه وسوي سبسكرايب وشير ذا فيديو. واهلا وسهلا بكم بقناه ابو سمره اقطع.